من قلب ليوي جايكم بشخصية شاو اللي أخيرا راح أسوي له مقطع في قناة مقطع لشاو سي 6 حساب أبو سمك اللي لوجو حقه شاو. شخصية شاو يا أخوان من الشخصيات اللي كانت محببة جدا لقلبي وهي اللي يعني فكت لي باب إن أنا أخش اليوتيوب يعني، وأتوقع كثير منكم عرفني بسبب الشخصية هذه، فلازم نعطيها حقها للأمانة يعني. وفي مقطع اليوم يعني أخيرا راح أضبطكم يا مينات شاو، راح أوريكم محتوى جدا جميل. لكن قبل كل حاجة حاب أقول لكم إن أنا مضبطكم عند ماي جنشن ستور، أي منتج حاب إنك أنت تشتري استعمل كود اسم بيجيك خصم زيادة فوق السعر الموجود، وفوقه عندهم تابي شاو اللي قدامكم واللي المفروض انكم عارفينه يعني انه هو سي 6 تريبل كراون. شاو حقي اللي مالا تعبت في موضوع البناء لين ما فقدت الامل وطلعت بالنتيجه اللي انتم شايفينها قدامكم. حتقول لي انا شاو حقي افضل من انت، كفو انت بطل، بس يعني انت كيف خلوه ممتاز اصل عليك احد. انا تعبت صراحه في موضوع البناء لين فقدت الامل يعني، وقلت خلاص هذا البلد اللي راح امشي عليه. تقريبا 70 كريت ريت على 232 كريت دمج، الاتاك 2200 وحاجه. فالموضوع ما فيه انه بستعمل الهوما، اوكي للاسف انا كان ودي صراحه ان انا استعمل اللي هو سلاحه واخليه كذا بسلاحه، لكن تخيل يعني لو سويت زي كذا شوف ايش حيصير. ايش هذا؟ ايش فيه؟ هل يرضيكم؟ نجي لموضوع الارتفكتات اللي للامانه يعني تعبت فيها صراحه يعني. تعبت لما حصلت هذا اللي موجود يعني عندي، فزي ما انتم شايفين القطعه سموكي ايش ذا الخياس يا سموكي، صدقوني ما راضي عليها، لكن في 10 ريت احتاج الريت. عندكم هذه القطعه برضو يعني سموكي ايش ذا جدك ايش الخياس ذا وين يا ابوي 10 ريت احتاج الريت. هذه القطعه برضو قطعه يعني الحمد لله، هذا القطعة للأمانة طيبة يعني 14 ريت على 13 كريت دمج جدا يعني لطيفة ولذيذة. نجي لموضوع التاج برضو حليوة، طبعا اقدر ان انا استغنى عن البلد هذا واعطي له مثلا اتاك اتاك وارفع الكريت دمج اطيره للسماء، بس اني حخسر الاتاك اللي يعطيني هو الست، ولا ما انا النسبه حقته يعني حليوة حليوة مره. سي 2 حتفجر الدنيا مع سلاحها اللي برضو حيفجر الدنيا، فرينا على سي 6 وكراون هنا، فروزان مع ار 2 من السلاح هذا اللي راح يعطيني اتاك زياده، سي 6 وبرضو كراون هنا. فالمفروض انه الان حتشوفوا دمج نبدأها في تجربة مع مسنوري الكبير، لأن الصغير صراحة ما حيجمل. طبعا انتو ذحين لا تدقق انه اوه ما مات بسرعة يا سموكي وين المشكلة، لا دققوا في الدمج اللي حيطلع 240,000 261,000 شوشو صار مشاكس سوسو لكن المشاكسة هذه أنا بطلعها هنا. راوند 2 هذا كلهم حيروثة. هذا سيف الوالد حق شاو، السلالة كاملة يعني، الجد الأكبر الجد اللي بعده زي كذا. أنا ما أحب الأكلات عادة، خلونا نسوي تست. دقيقة اصبر نشوفها الآن نشوفها. الله يعطيكم العافية بتقنية الفانتوم، تابع شوف بالسلو ما شاء الله سلو موشن تقنية الفانتوم ما شاء الله. ها شوف مطاح اللاعب تقنية صراحة مطاح اللاعب شوف 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 في عنصر دخيل في الموضوع هذا يعرفه هذا في شركة إنتاج جنس صراحة أنا ما تشوفون تشوفون هذا شفتوه في الملعب. لكل اللي كانوا يقولوا لي يا سموكي لما تلعب بشاو تفضل تفضل شاو هذا هو شاو. طيب نبغى بوسات أعلى نبغى بوسات أعلى. أيوة هنا في واحدة اسمها بال يا ويلا بال كن معاكم صادق تراني أول مرة ألعب بيه فل بيلد وفل باور زي كذا.
أول مرة في حياتي تذكر في واحد هناك أتوقع يعني هذا هو مساك الله بالخير. هذا من جد يعني هذا مرة يعني حتمسي على خير إن شاء الله بإذن الله. أوه حلوة حلوة الضربة هذه. خذها 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 300 خذها. إيش فيك؟ وين رحت وين رحت؟ اختفيت؟ طلعت فوق يا جبان. انزل 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 انزل. اعرف لك اعرف لك والله اعرف لك. ثواني انزل يا بزر انزل انزل يا طفل. في واحد هنا كان اول يطرطش مويه مدري شيء زي كذا. اعرف لك خاصه انا الحين الان اقدر اتفلت عليك. وين راح؟ اي جيتك يا حلو جيتك يا قمر. شيل 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 ينو. كيف طع بيني وبينكم راحت البفات في الاخير. بغيت اكل زك. اي وينك ها اظهر شيك. طيب يا اخوان بعد ما تنمرنا على الوحوش بس يعني خلينا ناخذ لفه كذا عن شاو اللي واحد مثلا جديد قاعد يشوف هذه الاشياء قاعد يقول يا الله مره حلو. ريلاكس ما راح تسوي هذا الشيء ترى في شاو الطبيعي اوكي لان البفات اللي هنا يعني مره قويه. شاو شخصيه انيمو اوكي. تنطنط زي ما شفت في اللقطات اللي قبل شوي. تنط ترجع طع بوف تش طع. هذا الدمج حقك يعني كتوتل. والدمج هذا ما راح تحصل اذا فكت الالتيميت يعني. فتفك الالتيميت ضرباتك حتكون اللي هي انيمو. بس انت طبعا ايش ما يهمك موضوع اللي هو النورمال. انت يهمك موضوع البلنج اتاك. فهذا ياخذ من اتش بيك يقعد ينقص تشبيك زي ما انت شايف الحين في هذا اللقطه قاعد ينقص تكه. فتحتاج لك هيلر بسيط يعني معك ابو البنوت النعامه اي احد. وبيقول لك انه كل ما نقص تشبيك هيزود دمج اللي هو الماكس دمج حقك عموما يعني. فالنطاط حقتك حتصير اقوى. وعندك هذا الشيء يقول لك ايش اذا ضربت سكيل السكيل اللي بعده حيكون قوي. اشياء جدا بسيطه يعني. الداش حقه عباره عن بس ايش البناء حقه تضغط هنا حبيبي طلع لك. شوف هذا افضل شيء عندك. يمديك تسوي زي كذا يمديك تسوي زي كذا يمديك تحط اتاك اتاك مثلا هذا مع ذا برضه شغال. الاسلحه ارمي له اي سلاح اي سلاح فيك دمج كريت ريت بيزبط. باتل باس بلاك ليف كله شغال. والسلاح حقه يعتبر حلو يعطيك بس اتاك عالي كريت ريت واتاك برضه هنا. طبعا شباب هذه اللقطه حتلاقوها داخله في النص لكن صح من النوم الان وتذكرت هذول الاثنين. هذول الاثنين جدا جميل انك انت تمغطهم. خلينا نشوف ايش يصير. يا شباب يا عيني يا عيني هنا هنا شاو يبدو سعيدا. قدم قدم هذه التجارب الصح هذا المسح. هنا شاو سي 6 تبان قوته. طبعا ملاحظة يعني هذا أفضل تيم إلى الآن نزل. فإذا أنت عندك المحتويات هذه موجودة كان بها. ما عندك أشطب هذه حط بنت. ما عندك فورينا أشطب هذه حط بنت حط النعامة. ما عندك هذول الاثنين يبديك تلعب اللي هو مثلا بنت هنا وتحط شخصية جنجلي أو مثلا شخصية نار ثانية اللي هو تلعب فيه برضه عادي مو مشكلة. وين لا شاو شاو ليلي هذا حبيبي على الفر. انت على الفره حرفيا هذا مشغل عراقي وماشي. ايش في بطاني الله يبطئ عدو ايش. ايوه اي فحط 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 شوف فحط فحط يا رب ايش الحاله ذي يا الله. يلا يلا شامبرتو شامبرتو ان شاء الله صفحه ثانيه صفحه جديده. طبعا ملاحظه السكلات هي ترى بس مجرد منظر ممتع ويعني دمج اوكي حليوه. لكن في حالتي انا اذا نطيت ولعبت كاني سي زيرو ترى اقوى بمراحل مره كثير بسبب الشخصيه هذه. لكن انا قاعد احاول امكس عشان يعني يطلع شكله حلو يعني. بالعربي تستمتع وتشوفوا شيء جميل. فبحاول الحين اني يعني اسوي لكم مره بمتعه مره بدمج.
فيعني هذا تقريبا اللي بالمتع. خلينا نشوف اللي بالدمج. سوي زي كذا. شايفين؟ يقطع أم المسخرة بالله. كم دقيقة؟ شوف كم؟ يمكن 20 ثانية؟ ترى الدمج اللي قبل شوي شفتوه يعني بمساعدة كلاود سي 2. لو عندك كلاود أوكي وعندك شاو هو سي 0 ترى حيجيب دمج قريب من كذا أو ممكن نفس الدمج ترى ممكن أفضل، لأنه ترى فيه مفهوم جدا غلط عن موضوع كونستليشن شاو يعني إنه هو يقوي في الدمج. فزي ما أنتم ملاحظين يعني الكونستليشن حق شاو ما في أي شيء يزود دمج حرفيا. سي 1 يزودك سكيل، سي 2 يعطيك إنرجي، لا إذا كنت خارج الملعب أوكي. سي 3 يقوي لك دمج السكيل أوكي. سي 4 يعطيك ديفند اوكي. سي 5 برضه يزود لك اللي هو 3 ليفلات من التالنت. سي 6 ايش يسوي؟ بس مجرد يرجع لك الاستاكات. لا حد يجي مثلا يقول والله ترى عشان سي 6 شوف كيف شخصيه سي 6 ودمج زي هو. حرفيا لما صمموه انه هو اوكي ما يحتاج زياده دمج، بس خلوه انه يكون سريع اكثر وخلوه يعني يسوي حركات اكثر. بس لحظه، في منافس واحد وبروح له راس براس. هذا الشخص هو الوحيد اللي يقدر يتحول من عنصر لعنصر. الشخص هذا لازم تدق وجهه سولو شاك. يا عيني على المرونة. مساك الله بالخير. أدري ما عندي إنرجي بس عادي، تعال ماني خايف. قتل شاو طيب تعال لايك وفولو مع السلامة.